أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من المغارب أصحابكم فيها أنا علاء الدين زعطور. بين الفينة والأخرى ينظم الطلبة الموريتانيون في الخارج والتي تقدر أعدادهم بالآلاف وقفات احتجاجية واعتصامات أمام مقرات سفارات بلادهم بسبب ما اعتبروه تواصلا لعدم حل إشكالات عالقة بينهم وبين وزارة التعليم العالي الموريتانية أو السفارات التي تمثل بلادهم في بلد إقامتهم الجديد، وذلك يؤثر سلبا حسب قولهم على مسار حياتهم الجامعية ومسارهم التعليمي. في هذه الحلقة مشاهدينا الأعزاء نسلط الضوء على أوضاع الطلبة الموريتانيين في البلدان المغاربية ونأخذ تونس والجزائر كنموذج لذلك. أهلا وسهلا بكم. أهلا بكم من جديد. لا تبدو الطريق سهلة أو سلسة بالنسبة للطالب الموريتاني الذي يرغب في مواصلة دراسته الجامعية خارج أسوار الوطن. يواجه الطلبة الموريتانيون في الخارج عدة إشكالات وصعوبات، لعل أبرزها تأخر وضعف المنح الممنوحة من الدولة لفقط 20% من الطلبة الموريتانيين في الخارج. هذه المشاكل دفعت وزارة التعليم العالي والحكومة الموريتانية إلى التفكير في تخفيض عدد المبتعثين للدراسة في الخارج. منذ 5 سنوات جاء الطالب محمد عثمان إلى الجزائر لدراسة تخصص العلاقات الدولية. اجتاز خلالها عثمان كثيرا من الصعوبات قبل أن ينهي دراسته الجامعية قبل أيام قليلة فقط، لكنه ما زال يطمح لاستكمال دراسته في سلك الدكتوراه في الجزائر. نحن مسجلين بشكل خاص يعني على نفقاتنا الخاصة طبعا، والدولة لا تمنح أي تخصصات أدبية خصوصا تخصص اللي ندرسوه، لا تمنح يعني لا تمنح للدولة الموريتانية منحة. هاي كان من أبرز المشاكل يعني، وعن طبعا يعني المصاريف كانت مساعدة من الأسرة. كحال عثمان مئات من الطلبة الموريتانيين الذين تسعفهم ظروفهم ويحثهم طموحهم على مواصلة الدراسة في الخارج برغم كثير من المصاعب والمتاعب، إذ لا يمر فصل دراسي دون أن يجد الطلبة الموريتانيون في الجزائر والمغرب وتونس أنفسهم مدفوعين إلى الاحتجاج والاعتصام أمام سفارات بلدهم للمطالبة بصرف منحهم أو تذليل صعوبات إدارية أو تسوية مشكلة عالقة. نحن هون جايين داخلين باعتصام مفتوح سبب تأخر هذه المنح اللي الطلبة هون قتلهم الجوع، ولا تلا عندهم باش يجلسوا لهم ولا تلا عندهم باش يفطروا، وفي الدول هون نصرفوا ما عدا الجزائر. سلسلة ضربات وسلسلة اعتصامات داروهم الطلبة عند السفارة هون من أجل صرف المنح في وقتها، ونحن هون طبعا نتيجة لأوضاع مزرية يعيشها الطالب الموريتاني اليوم في الإقامات الجامعية. طبعا وزير التعليم العالي الموريتاني سالم والسيدي سالم يعترف بوجود بعض التأخر في صرف المنح الدراسية، لكنه يقلل من واقع هكذا مشاكل على حياة الطلبة في الخارج ويشكك في وجود أهداف أخرى لهذه الاحتجاجات. طلاب اليوم درسوا في المغرب وفرنسا وكذا، ما في أي تأخر لا لشهر واحد إلى حد الآن. اليوم فيه أوساط، فيه جماعات لأغراض في نفس العقوبة دائما تشيع وكذا، قد يخلق تأخر في مسلسل مع وزارة المالية على مستوى احنا من المسؤولين والله على الترانسفير على مستوى البنك سنترال يتأخر باسبوع اثنين. في السنوات الأخيرة بدأت موريتانيا تتوجه نحو تقليص عدد الطلبة المبتعثين إلى الخارج بفعل ارتفاع تكاليف دراستهم وإنشائها جامعات ومعاهد متخصصة بإمكانها استقبال وتأهيل هؤلاء الطلبة. إذا نحن لابد أن نعدل المعاطف، ياك نبنوا منظومتنا ونعزوها. انعكاس شنو على البلد؟ كلفة هذا اللي كنت نقول لكم 1336 طالب في الخارج، تكلف الدولة السنة الماضية 1,600,000,000 غير، وهي تقريبا 3 ملايين دولار، يعني 1,600,000,000 اللي تقريبا لا 400,000,000 دولار. في الوقت اللي 7,000 طالب ممنوحة في البلد ولا تدرس في البلد، اللي ممنوحة من 15 طالب، تكلفنا مليار أقل من 1,900,000,000 كلفة الطالب في الخارج، إذن 7 مرات كل في الطالب في الخارج. ترتبط موريتانيا باتفاقيات تعاون علمي مع الدول المغاربية، وتحصل إذ ذاك على ما يقارب 1,000 منحة دراسية توفرها كل من الجزائر والمغرب وتونس للطلبة الموريتانيين،
لكن عددا كبيرا من الطلبة الموريتانيين يتوجهون للدراسة في الخارج دون منح دراسية، رغبة في مستقبل وتكوين علمي لا يكون الطريق إليه سهلا دائما. لا تختلف مشاكل حوالي 1000 طالب موريتاني مسجل بالجامعات التونسية عن مشاكل زملائهم في الجزائر أو المغرب أو السنغال، خاصة إذا تعلق الأمر بنفقات الإقامة والمعيشة ومواصلة الدراسة في المراحل العليا. لكن طلبة الموريتانيين هنا في تونس تنظموا في إطار اتحاد للطلاب يحاولون من خلاله حل مشاكلهم والعمل على تطوير تواجدهم في تونس. من وسط المركب الجامعي بالمنار في تونس العاصمة، أرحب بمموري ولد سيدي محمد رئيس رابطة الطلاب والمتدربين الموريتانيين في تونس. أهلا وسهلا بك. أهلا بك. شكرا. هناك حوالي 800-850 طالب موريتاني في تونس يدرس في تونس مرسمين بالجامعات التونسية. طبعا. كيف هي وضعياتهم؟ هل كلهم يتحصلون على منح؟ هل كلهم متوفر لهم السكن؟ بشكل عام كيف هي الوضعية؟ طبعا يوجد في تونس طبعا ما يقارب 850 طالب موريتاني، ليست احصائيات دقيقه لكن حسب التقديرات انه يوجد في تونس 850 طالب موريتاني. طبعا ليس الكل متحصل، لا يتحصل الجميع على منح دراسيه من طرف الدوله الموريتانيه. طبعا هنالك تقريبا 250 طالب ممنوحه من طرف الدوله الموريتانيه، نتحدث عن 25% 25% من الطلاب يتحصلون على منح دراسيه من الجمهوريه الاسلاميه الموريتانيه، لكن البقيه ياتون هنا للدراسه على نفقاتهم الخاصه. طبعا بشكل عام الوضعيه كيف هي؟ يعني طبعا جيده متوسطه كيف هي؟ طبعا الوضعيه يمكن ان نقول عن لا وضعيه لا باس بها، لان طلاب موريتانيا عاده لا يجدون مشاكل طبعا مع في الاندماج في المجتمع التونسي. طبعا لان موريتانيين معروفين دائما معروفين معناها بشعب مسالم، شعب محبوب من طرف جميع الشعوب العربيه، لذلك لا يجدون عاده صعوبه في الاندماج في المجتمع التونسي او في اي مجتمع اخر. طبعا لا توجد هنالك مشاكل حقيقيه بالنسبه للاندماج او ما شابه ذلك، لكن توجد هنالك مشكله في غلاء المعيشه في تونس، لانك تعرف ان تونس معناها المعيشه في تونس غاليه قليلا، طبعا اذا اضيف الى ذلك الايجار غالي قليلا، لكن الحمد لله مستوى المعيشه او مستوى الطلاب لانه مستوى متوسط تقريبا، يمكن ان نقول عنه متوسط، الحمد لله الوضعيه لا باس بها. طيب بالنسبه للتأطير، الاندماج سهل، ولكن التأطير سواء من السفارة كجهة رسمية متواجدة في تونس أو أنتم كرابطة للطلاب، يعني متواجد تمثلون الطلاب بشكل رسمي ومنتخبون؟ طبعا. ما هي أنشطتكم؟ كيف تتم عملية تأطير الطالب الموريتاني القادم، خاصة القادمين حديثا؟ يعني طبعا نحن سأتحدث لك عن دورنا كرابطة، لأني متحدث باسم الطلاب الموريتانيين بتونس. طبعا نحن كرابطة قمنا بتوجيه الطلبة، مثلا قمنا بتوجيه الطلبة وقمنا بدراسة شاملة للجامعات المتوفرة في تونس، سواء الجامعات العمومية أو الجامعات الخاصة، وقمنا بتوجيه الطلبة وكنا على اتصال دائم بالطلبة، وتواجد أعضاء المكتب التنفيذي للرابطة منذ بداية شهر سبتمبر في تونس، وبدأوا باستقبال الطلاب الجدد. طبعا بدأوا باستقبال، قمنا بتأجير منازل واستقبلنا الطلاب الجدد وقمنا بتوجيههم من السفارة إلى الوزارة وإلى الجامعات. وهنا سؤال، يعني هل لديكم تواصل مع يعني وزارة التعليم العالي في تونس؟ لأن هناك اتفاقية تعاون بالنسبة للتعليم العالي بين البلدين. طبعا نحن كممثلي للطالب الموريتاني في تونس طبعا عندنا علاقة جيدة مع إدارة التعاون الدولي. طبعا أشكر من هنا مضم بي العديلي، طبعا هي المسؤولة عن الشؤون المغاربية في الوزارة، على تعاونها مع الطالب الموريتاني وعلى صبرها على الطلبة الموريتاني. طبعا نتعامل معها ولدينا معها اتصالات مثلا مباشره، طبعا ونحن مثلا عندنا علاقات مباشره مع بي العديلي في التعاون الدولي، وكذلك مدير التعاون الدولي ايضا سبق وان قام المكتب السابق بدعوته الى احد الى يوم الى الاحتفاليه بعيد الاستقلال لموريتانيا. طبعا ولدينا معه ايضا علاقه خاصه طبعا في اداره التعاون. هناك اتفاقيه تعاون بين البلدين، تقريبا تونس تمنح عدد محدد من المقاعد كل سنه. اي طبعا هنالك اتفاقيه بين
بين تونس وموريتانيا. كانت الاتفاقية في العام الماضي كانت تنص على أن تونس تمنح 100 مقعد لطلاب الموريتانيين، لكن هذه تم تجديدها هذا العام طبعا، وتم زيادة عدد المقاعد إلى 200 مقعد، وصارت تونس تستقبل كل عام 200 طالب موريتاني في إطار الاتفاقية الدولية بين موريتانيا وتونس. طيب ماذا عن السفارة الآن اللي هي جهتكم الرسمية الثانية اللي تواصلوا معها؟ كان هناك تشنج حصل منذ سنة ونصف تقريبا أو سنتين. طبعا السفارة هي لا يمكن أن نقول عنها جهة ثانية، السفارة هي الجهة الأولى طبعا التي نتواصل بصفتها الممثل الأول للجمهورية الإسلامية في الإسلامية الموريتانية في تونس. طبعا هي الوصية على الطلاب الموريتانيين في تونس. كان هنالك تشنج في إطار مع المكتب السابق طبعا، كان في عهد السفير السابق، لكن خلال مثلا مأموريتنا تم تغيير السفير، والآن السفير الموريتاني بتونس سعادة السفير محمد محمود البيه لدينا معه علاقات جيدة، ولدي علاقات جيدة مع الطلبة، ويحاول دائما حل مشاكل الطلبة التي تطرح على مستواه. لكن هنالك طبعا مشاكل تعاني الوزارة وتعاني مشاكل معلقة، لكن على قدر المستطاع يحاول مساعدة الطلبة الموريتانيين. هذه المشاكل العالقة اللي يتحدث عنها الطلبة الموريتانيين في تونس، في الجزائر، في السنغال، في المغرب، فيما تتمثل؟ يعني أبرز النقاط اللي أنتم تطالبون بحلها كطلبة في الخارج. أول شيء مشكل المنح. هذه مشكلة بين وزارة التعليم العالي الموريتانية وبين الطلاب الموريتانيين الدارسين في جميع الدول الخارجية. مشكلة قديمة تتجدد كل سنة. وطبعا هذه السنة كانت المشكلة أكبر، لأن الوزارة حاولت أن تلقي الاجتماع الثاني للجنة المنح، وهو اجتماع مثلا يتم في إفراز منح للطلاب مثلا للطلاب الذين يستحقونها بمعايير واضحة. حاولت الوزارة هذه السنة أن لا تعقد الاجتماع، لكن الطلاب أبوا ووقفوا وقفة رجل واحد ضد قرار الوزير إلى أن تراجع الوزير عن قراره. لكن تفاجأنا أن الوزير قد قام بإسقاط 4 طلاب موريتانيين بتونس. هذه الحالة خاصة بتونس، قام بإسقاط 4 طلاب موريتانيين بتونس من لائحة المنح، وهم يستحقون المنحة لكنه قام بإسقاطهم. ونحن من هنا نندد بتصرف الوزير، وإن شاء الله كممثلي طلبة يشاركون في لجنة المنح إلى آخره، أم لا توجد تمثيلية لكم؟ مثلا أظن أن طلاب وطلاب هنالك الاتحاد الممثل للطلبة في موريتانيا هو الذي مثلا يشارك في اجتماع لجنة المنح. لكن حسب ما لدي من المعلومات أن الوزير قد قام بإلقاء عضوية، أو لم يسمح بمشاركة ممثلي الطلاب في الاجتماعين الأخيرين العام الفائت وهذا العام 2014. إلى جانب موضوع المنح، ما هي المشاكل العالقة الأخرى مع الوزارة؟ مشاكل أخرى، هنالك مشاكل طبعا، أبرز المشاكل هي مشاكل المنح ومشاكل التسجيل، لأنه ليست هنالك معايير واضحة مثلا لتسجيل الطلاب الموريتانيين. شفافية يعني. طبعا قائمة شفافية، يمكن أن نقول أنها شفافية، قائمة في تسجيل في تسيير تلك مثلا 200 مقعد بين 200 مقعد التي 200 مقعد الاتفاقية بين موريتانيا وتونس. لا توجد هنالك معايير واضحة وشفافة لكيف يعني لاختيار من الطلبة من يستحق. طيب الآن يعني الطلبة الموريتانيين في الجامعات التونسية لديهم يعني تاريخ كبير، سنوات طويلة يعني متواجدين هنا، هل تفكرون بعد الدراسة في البقاء في تونس، البحث عن فرص عمل في تونس، أم أن الأبواب مغلقة هنا بالنسبة لكم في تونس، وبالتالي الحل هو العودة إلى موريتانيا؟ كيف هو الوضع؟ لا أعرف طالبا موريتانيا قد حاول. هنالك طبعا طلاب موريتانيين أنهوا الدراسة في تونس وأنهوا دراسة في تونس وبدأوا الحياة العملية هنا في تونس، لكن الغالبية يفكرون دائما في العودة عند تكملة الدراسة، لأن الموريتانيين دائما يفكرون في العودة بعد تكملة الدراسة في تونس، لأن السائد لدينا في تونس أن فرص العمل طبعا محدودة، لأن فرص العمل محدودة، لذلك أغلبية الطلاب الموريتانيين يفكرون دائما بالعودة إلى موريتانيا بعد إكمال الدراسة. والعودة يعني إلى موريتانيا. هناك الطالب الذي درس في الخارج لديه حظوظ أكثر، أم أنه يعني سوق الشغل مغلق أيضا؟ هنالك حظوظ أكثر في خصوصا في المؤسسات الخاصة، لكن بالنسبة للمؤسسات الحكومية طبعا شيء آخر. لكن المؤسسات الخاصة الطلاب الدارسين في الخارج لديهم حظوظ أكثر طبعا، وخصوصا الطلاب المتحصلين على شهادات من تونس. شكرا جزيلا لك. أهلاً
بكم من جديد. تحتضن الجامعات الجزائرية أكثر من 1000 طالب موريتاني موزعين بين مختلف الجامعات والاختصاصات العلمية والأدبية. يتحصل منهم 232 طالبا فقط على منح جامعية من الدولة الموريتانية، فيما تتكفل الجزائر ب 150 طالب آخر إذ تمنح لهم منحا سنوية، فيما يتكفل الباقون بنفقات إقامتهم ودراستهم على حسابهم الخاص. الطلبة الموريتانيون يقولون إن بعض التسهيلات التي توفرها الجزائر لهم فيما يخص مجانية الدراسة والسكن الجامعي والطعام وكذلك النقل الجامعي خاصة بالنسبة للطلبة تمكنهم من أوضاع أفضل من زملائهم في بعض الدول المغاربية الأخرى، لكن هذا لا يلغي تماما المتاعب الاجتماعية والإدارية التي يواجهها بعض الطلبة الموريتانيون الذين ينفذون بين الفترة والأخرى بعض الاحتجاجات والاعتصامات أمام سفارة بلدهم في العاصمة الجزائرية، احتجاجا على تأخر المنح أو تعطيلات إدارية أخرى. كان آخر هذه الاحتجاجات اعتصامات شهر مايو الماضي. أحمد محمد أحمد، أنت ممثل الطلبة الموريتانيين في عنابة الجزائرية وعضو الاتحاد المركزي للطلبة، بشكل عام أوضاعكم كطلبة موريتانيين في الجزائر هل هي حسنة أفضل من غيركم، يعني من زملائكم في دول أخرى كتونس والمغرب، أم أسوأ؟ أنا أؤكد لك أن أوضاع الطلبة الموريتانيين في الجزائر هي أحسن من يعني متلائهم في الدول الأخرى تونس أو السنغال أو المغرب. لذلك أول نتيجة لما يعني تتيحه الجزائر من إمكانيات للطلبة الأجانب بشكل عام، نتيجة لنظام التعليم أحسن شيء ما أو ظروف طلابية أحسن، وأيضا نتيجة للتعامل السفارة يعني هو أحسن من التعامل يعني في بلدان أخرى. فيعني طلبة الموريتانية رغم أنهم يواجهون جملة من المشاكل إلا أنهم أحسن، أوضاعهم تعتبر أحسن من الأوضاع. أحسن لا يعني أنه الصورة مثالية، لا طبعا، لأنكم يعني السنة الفائتة السنة الماضية قمتم بعدة احتجاجات. نعم. هل سويت الإشكالات وتم تحقيق مطالبكم خاصة فيما يتعلق بالمنح والتنقيط، أم أنه الموضوع إلى حد الآن ما زال متواصل؟ هو سويت بعض المشاكل لأن هم الوزارة قامت باستحداث تنقيط جديد يعتمد على تغير في النظام القديم، لكن الطلبة احتجوا ورغم أن تعامل السفارة لم يكن في المستوى المطلوب، يعني نتيجة أنها قامت ببعض الإجراءات، لكن المشكلة سوية فيما بعد بإعادة التنقيط القديم والطلبة استلموا منحهم رغم أنها تأخرت، وأؤكد على هذا. هذا من بين المشاكل، يعني أنا تحدثت مع مجموعة من الطلبة الموريتانيين في الجزائر، أكثر مشكل هو تأخر وصول المنح طبعاً. هذا مشكل ما زال متواصل يعني. ما زال متواصل وأنا أرجو من السلطات الموريتانية أن تأخذ هذا بعين الاعتبار، لأن الطلبة لديهم ظروف ويحتاجون أن تصل منحهم. طيب ما أسباب هذا التأخر؟ أنت ممثل الطلبة أكيد أنك تواصلت في الموضوع. نعم، أنا تواصلت أحيانا مع محاسب السفارة ومع يعني المستشار الثقافي. هو المشكل أصلا هو ليس مشكل يعني مصدره السفارة بالدرجة الأولى، المشكلة هو يعني مشاكل إدارية تتعلق بوصول المنح، يعني بوصول التحويلات المالية في وقتها وباستلام وبالإجراءات التي تقوم بها السفارة. وكم قيمة هذه المنحة عفوا؟ قيمة المنحة 120 أورو في الشهر. في الشهر، وهذه المنحة لكل الطلبة أم لجزء فقط منها؟ هذه للأسف الشديد أيضا هذه المنحة لا تغطي سوى يعني ما بين نقول أقل من 20% من الطلبة، لأن الطلبة الموريتانيين في الجزائر يعني تتراوح إحصائياتهم ما بين 1000 إلى 1500 طالب. يعني نحن نتحدث عن 200-300 طالب تقريبا يتحصل على المنحة فقط. في الحد الأقصى. أيضا يعني لأن هناك جميع الطلبة التخصصات ليست تخصصات علمية، يعني العلوم التقنية أو الطب، هم مقصيين من المنحة. يعني لا يحصلون على المنحة إلا في طور الدكتوراه، يعني في طور الليسانس والماستر. لماذا؟ نتيجة لأن الدولة تقول لك أنها ليست مش من أولوياتها، ليس من أولوياتها أنها مثلا تمنح تخصصات غير العلمية والرياضية، نتيجة لأنهم الدولة ليست بحاجة إلى تخصصات في مثلا العلوم السياسية أو العلوم الاجتماعية أو الحقوق أو غيره، رغم أن بعض هؤلاء يعني هم في طور إعداد دكتوراه وما إلى ذلك. طيب، إلى جانب موضوع المنح، ما هي مشاكلكم الأخرى التي تنتظر الحل إلى حد الآن؟ هناك مشكل عويص ينتظر الحل إلى حد الآن، هو مشكل حصول الطلبة الموريتانيين الذين يعني استكملوا طور الماستر على تسجيل دكتوراه مثلا. فكثير من الطلبة الذين يرغبون في تسجيل في دكتوراه من الطبيعي يعني أو نرجو يعني أن يكون من الطبيعي أنهم يسجلون
دكتوراه بشكل طبيعي. يفترض هذا حق. يفترض هذا حق. لكن ما يحصل أن يعني التسجيل في الدكتوراه يتطلب يعني الحصول على ترخيص من الوزارة، وهذا ما يأخذ وقت، وهذا أيضا ما تضع السفارة فيه بعض 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 العراقيل. مما قد يضيع عليك فرصة الحصول على الدكتوراه. بالتالي لأن الدكتوراه وقتها ضيق. عندك مسابقة تجري مثلا في حدود 15 يوم أو أكثر. يعني 15 إلى 20 يوم، وبالتالي عندما لا تحصل على الترخيص بشكل سريع وفي الوقت المناسب تضيع عليك دكتوراه. والحصول على الترخيص عفوا يتطلب منك التنقل إلى السفارة في الجزائر العاصمة، وهذا حسب ما أعتقد مشكل من المشاكل الأخرى. طبعا لأن كثير أغلب الطلبة ليسوا في العاصمة، هم في ولايات داخلية مثلا تبعد من 600 إلى 500 إلى 1000 كيلومتر. الجزائر واسعة جدا طبعا، دولة كبيرة مترامية الأطراف، وبالتالي يصعب عليهم التنقل، وهذه أيضا سياسة متبعة من يعني من السفارة لتبعد عنها ضغط طلبة عليها، لأن يعني الطلبة عندما يواجهون أي مشكلة هم يلجؤون إلى سفارتهم، وبالتالي هي حاولت أن معظم الطلبة يعني يمكن أن تتحدث عن سياسة التشتيت نوعا ما، يمكن أن تقول ذلك، لأن طبعا وجود يعني حجم كبير من الطلبة أو كمية كبيرة من الطلبة في العاصمة هذا يشكل ضغط على السفارة، وبالتالي ضغط في احتجاجات في ما يعني وما إلى ذلك. لكن في عموما الطلبة يواجهون مشكل في التنقل نتيجة لبعد المسافة، وبالتالي أيضا يعني يلجؤون إلى اتحادهم، وبالتالي هو يدفع بالنيابة عنهم، يقوم بدفع الملفات، وبالتالي هناك بعض السلاسة، لكن هناك بعض الاشتراطات في الملف يمكن يعني نرجو من السفارة أن تحاول أن يعني أن تحد منها، مثلا إيش اشتراط أن تكون الإقامة ممتدة وغير ذلك. يعني أنا أفهم من كلامك أنه عوض أن يتم فرض تسهيلات تسهل يعني حياة الطالب في النهاية هو مغترب، هناك تعقيدات إدارية، هناك تعقيدات بيروقراطية إدارية كبيرة، ونرجو من السفارة أن تحاول أن تتغلب عليها. هل هناك حوار؟ هل هناك تواصل؟ ماذا يقولون لكم أنتم ممثلو الطلبة يعني؟ طبعاً سيد رئيس اللي وراء رئيس اتحاد الطلبة والمتدربين الموريتانيين في الجزائر هو على تواصل دائم مع السفارة، وبالتالي كثير من المشاكل أساساً المتعلقة بالبيروقراطية ولا ما ذلك لا تتعلق أيضاً بالسفارة، تتعلق أيضاً بالجانب الجزائري، وبالتالي نرجو أن تسهل يعني تسهل الجزائر من الإجراءات هذه الإجراءات البيروقراطية، وأيضا من السفارة أن تحاول أن يعني تدرك ظروف الطلبة وتدرك معاناتهم، وبالتالي أن تقلل من حجم هذه المشاكل وتسرع في حلها. فيما يتعلق بتذكر السفر والعودة إلى بلدانكم خاصة خلال عطلة الصيف والعطل الطويلة نسبيا، الأمور ميسرة أم هناك صعوبات في هذا وغلاء في الأسعار؟ هذه مشكلة أيضا، لأن التذكرة في الخطوط الجوية الجزائرية هي بسعر كبير شوي، كبير نتيجة لأنه يصل إلى يعني ما يقارب نقدر يعني أقدر نقول ما يقارب 300 إلى 400 أورو، وبالتالي هذا السعر باهظ على الطالب ويكلفه كثيرا، لذلك كثير من الطلبة يلجؤون إلى الذهاب إلى تونس مثلا مجاورة، القدوم إلى تونس ومن تونس يسافر الجزائر لكي يسافر عبرها، وبالتالي لموريتانيا الاتحاد الطلبة لجأ إلى أيضا السفارة لجأوا إلى الخطوط الجوية الجزائرية لكي تسهل لهم، لكن العملية ما زالت قيد النقاش. ولكن أنا علمت أنه حتى لما يعني من يلجأ إلى تونس قد يواجه صعوبات على الحدود في تونس. هذه مشكلة كبيرة أيضا، لأن السلطات التونسية يعني السلطات الحدودية دائما ما تضع عراقيل في وجه الموريتانيين بشكل عام الذين يمرون الحدود. حتى وإن كان لديكم يعني مع وجود أوراق إقامة مع وجود أوراق ثبوتية مع وجود جميع الأوراق المطلوبة، بالتالي يصعب عليه الدخول إلى تونس. هو عندما تسأل السلطات التونسية أو عن السبب يقول لك لدواعي أمنية، ونحن نجهل هذه الدواعي. طيب أنت إذا كنت لا ترغب مثلا، اسمح لي، أنت إذا كنت لا ترغب مثلا في دخول الموريتانيين ضع فيزا، لكن لا تقول أني لا ضع فيزا وتمنع وتعرقل الوصول، لا سيما أن معظم هؤلاء المارين من الحدود هم طلبة ولديهم جميع الأوراق يعني المطلوبة. طيب ما بعد الدراسة بالنسبة لكم في الجزائر؟ العودة إلى موريتانيا هي الخطة أم أن الأفاق تبدو ضيقة في موريتانيا فالبحث عن أفاق أخرى أو كيفاش يعني؟ هو كل طالب يرغب أمنيته أنه يكمل مسار التعليمي ويذهب إلى وطنه ليجد فرصة عمل مواتية. هذه الأمنيات، هذه الأمنيات، لكن الواقع يعكس حاجة أخرى، أن التوظيف طبعا هناك الآن هناك فرص، هناك لجنة وطنية للمسابقات وهناك فرص أكثر
انك تشارك في مسابقات تتمتع بشيء من النزاهه، وبالتالي هناك فرص اكبر لان تجد فرص عمل او ان تجد مستقبل يعني ينتظرك. لكن ايضا هنالك كثير من الشباب بعد ما يتخرجون هم يبقون عاطلين عن العمل نتيجه لان اصلا حجم العماده المطلوب في موريتانيا مقارنه بحجم الخريجين هو يعني في عدم تناسب عدم توازن بين الشيئين، وبالتالي ايضا هناك حاجيات سوق العمل من الطلبه، وهذا ما انتبهت اليه الدوله مؤخرا. السوق الجزائريه كانت بما انكم الان تقيمون في الجزائر مفتوحه بالنسبه لكم كموريتانيين ام ان هناك صعوبات؟ لا لا لا، هناك صعوبه. ليس لديك حق كموريتاني ان تعمل بشكل يعني بشكل اوتوماتيكي في سلم التوظيف الجزائري، لان ايضا هناك مشاكل يعاني منها اصلا الجزائريون انفسهم في التوظيف وما الى ذلك، وبالتالي ليس هناك فرص امامك لكي تحصل على فرصه عمل في الجزائر، وبالتالي السبيل الوحيد هو العوده الى الوطن رغم الظروف الصعبه يعني صعبه التي يواجهها الخريجين هنالك. لكن ايضا هناك فرص من يعني بين الفينه والاخرى فرص للتوظيف يجدها يعني الطلبه او الخريجون. شكرا جزيلا لك احمد محمد احمد. شكرا لكم انتم. إلى هنا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه الحلقة التي خصصناها للحديث عن أوضاع الطلبة الموريتانيين في الدول المغاربية. إلى أن ألقاكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة. لكم مني أنا علاء الدين زعطور أطيب المنى، إلى اللقاء.